تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها. وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 31 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 13,664 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 32 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 679,656 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11,298 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 2533 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، كما تم ضبط أكثر من 17 طن أقماح في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية، وكذلك ضبط 5103 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت ما يقرب من 4 طن. كما تم ضبط 8 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 42.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2778 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 520.5 طن. كما تم ضبط 185 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 327 طن سلع مدعمة متنوعة، كما تم ضبط 22 طن في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 996,972 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 290,295 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4,088 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 216 سائقا منهم، كما تم المرور على 31 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 130 من سائقي حافلات المدارس تبين سلبيتهم جميعا، كما تم فحص 128 مركبة وتبين مخالفة 10 مركبات لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 323 سيارة و53 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 8,880 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1,333 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1,695 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3,548 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3,928 مخالفة ملصقات وضبط 48 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية.
وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2153 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 82,629 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 67,827,632 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 267 قضية، من بينها 157 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و110 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 35 قضية بقيمة مالية بلغت 52,680,348 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2,247 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 3,586,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6,474,290 جنيها.